السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد. اليوم رح احكي عن مثال بسيط بالسيموليشن للويلدمنت. فمثل ما شايفين عندي بالتصميم، في عندي اطار معدني مثبت على الجدار باربع صفائح وفي عليه حمولة. مثل ما شايفين التصميم عبارة عن اطار معدني بسيط مرسوم عن طريق 3D سكتش. اذا انت حابب تعمل معي هالتمرين، الرابط موجود بالدسكريبشن، بتمنى تنزله تعمل معي خطوة بخطوة. بهذا النوع من الدراسة نحتاج 3 خطوات أساسيات. أول خطوة هي تحديد براغي تثبيت، الخطوة الثانية تحديد الجدار الافتراضي، الثالثة هو تطبيق القوى على الإطار. خلينا نبلش بدراسة جديدة. بنلاحظ كيف تم تقسيم الإطار لعقد عند نقاط الاتصال مثل ما شايفين. رح اعرف مثل ما حكينا براغي التثبيت. لبراغي التثبيت انا بحاجة لحفة اللي هي عبارة عن بداية البرغي والمستوي اللي هو الجدار الافتراضي. هاخد قياس البرغي ورح اعرف المادة اللي هي مادة البرغي. انا هختار مادة من نوع 8.8. اللي حابب يعرف شو يعني 8.8، انا حطيت هالقانون بسيط، طبعا هو معروف ممكن ترجع له وتقرأه على مهلك. هون لازم ادخل انا الخطوة ومعامل امان وقوة الشد الابتدائية. بنفس الطريقة بعرف باقي البراغي لحتى خلص كل البراغي. بعد ما عرفت كل البراغي رح يطلعوا عنا هيك بالشكل الافتراضي باللون الأزرق. رح اعرف الجدار الافتراضي الفيرتشوال وول. انا بحتاج لأسطح التماس اللي هن أسطح الصفائح مع المستوي اللي انا انشأته البلين. الخطوة الثالثة مثل ما ذكرنا هي تطبيق القوى واللي هي عبارة عن وزن الحمولة. حددنا العناصر اللي بتأثر عليها القوة بشكل مباشر والمستوي اللي بيحدد لي اتجاه القوى اللي هو بعكس اتجاه واي. بعكس الاتجاه وبطبق 7500 نيوتن. أول نتيجة بحصل عليها مثل ما شايفين هي عبارة عن الإجهادات المؤثرة على الصفائح. إذا حبينا نشوف الإجهادات المؤثرة على قضبان معدنية للإطار، رح أخذ ستريس بلوت جديد ورح أختار الأكسيال أند بندينج. خلينا نظهر معامل أمان لكل العناصر. مثل ما شايفين طلعت عنا القيمة الأصغرية 4.3. رح أغير بالقيمة العليا مشان تكون عندي نتائج أوضح وأحسن أقرأها بشكل أفضل. رح ناخد مخطط مهم جدا اللي هو البولت تشيك، اللي عن طريقه ممكن نعرف معامل امان لاي برغي من براغي التثبيت. البراغي اللي باللون الاخضر الى معامل امان اكبر من القيمة اللي احنا دخلنا له اياها بالمعطيات اللي هي بحالتنا 2. مخطط تاني كتير مهم هو مخطط الازاحة او displacement، اللي عن طريقه محدد الازاحة الاعظمية الناتج عن تطبيق القوى. بحالتنا طلع 0.4 ملم، طبعا هي قيمة صغيرة ومقبولة.
مثل ما شايفين التصميم سليم وآمن. هذا كان كل شيء اليوم. المسألة كثير بسيطة، جربوها واكتبونا بالتعليقات. شكرا كثير لكم للمتابعة، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة. سلام.